ممكن نتشرف بحضرتك؟ النائب محمد عبد الحكيم ابو زيد، نائب ملاوي المنيا. ايه اهم اطلاعات حضرتك لمجلس نواب 2021؟ والله انا طبعا تشرفت ان انا اكون نائب، وكنت نائب في الدوره المنقضيه، وان شاء الله في تطلعات كثيره جدا. انا بوجه الشكر طبعا لاهلنا واهل الدائره الكرام اللي هم اولونا ثقتهم، وبوجه لهم الشكر الجزيل، وان شاء الله هناك تطلعات كثيره جدا. هناك بعض القوانين باعتبار انا قانوني وكنت نقيب محامين المنيا، فهناك مشروعات قوانين ان شاء الله ساتقدم بها للمجلس تطرح هذه القوانين، وفي بعض القوانين تحتاج لتعديل برضه هنتصدى ليها، الى جانب الدور الرقابي والتشريعي للنائب، فضلا عن المشروعات العامه واحتياج بلادنا خاصه في الصعيد. الصعيد محتاج لمجهود كبير جدا، ومحتاج لمتطلبات كثيره جدا، منها الصرف الصحي، ومنها مياه الشرب، ومن المشروعات الصغيره، ومنها تشغيل الشباب واصلاح الطرق، مشروعات كثيره جدا وملف شائك، لان الصعيد ظلم كثيرا في الفترات الماضيه. فنتمنى ان احنا ربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظن الناس اللي اولونا ثقتهم، وان شاء الله نسعى لتحقيق هذه المطالب العامه اللي احنا الشعب اولانا ثقتهم، ثقتنا فيهم وثقتنا فيهم وثقتهم فينا، ده شيء يشرفنا، ونامل ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. وايه اللجنه اللي حضرتك ناوي تنضم ليها؟ انا فني من اللجنه الدستوريه والتشريعيه باعتباري انا كنت نقيب محامين المنيا وقانوني، فده شيء طبيعي ان اللجنه الدستوريه والتشريعيه هو مكاني اللي يعني استطيع ان انا من خلاله اباشر عملي وعملي الاساسي كمحامي. ان شاء الله بالتوفيق لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.